السلام عليكم. الدهرج المسا يا معلم ابو ضايع. يلا انده العيال خليهم ينزلوا البضاعه دي عشان تتمنها. قلت ياض انده مين؟ العيال؟ انتوا اللي هتنزلوا البضاعه بايديكم ولا على ايدك نكش الحنه انت وهو؟ ليه يعني؟ هو في نظام جديد ولا ايه؟ ايوه يا روح بابا في نظام جديد. هتركنوا انتوا الاثنين على جنب وتنزلوا البضاعه على جنب وتركنوا العربيه على جنب. انا بقى اقف على جنب لوحدي واشوف انا هفرز مين فيكو. ما تظبط في كلامك يا بضايع الصبح بقى. الله خلاص يا زين خلاص. هو يا بضايع كده لسانه زفر على طول. ما يلا يا واد انت وهو هتصوروا بعض ولا ايه؟ استبح قول يا مين دول؟ دول رجالة رشوان بيه. راجل عنده مسابق كبيرة قوي في البلد ويتعامل مع المعلمة من زمان. صباح الخير يا ست الكل. خطوة عزيزة يا أستاذ حنفي. يا عز يا طارق، مع إني زعلان منك واخد على خاطري قوي. تمنعي بضاعتك عننا ليه؟ عيب قوي. العيب هو اللي البيه بتاعك ابتدى بيه. ملوش لزوم الكلام، كتر الكلام يقل المعرفة. طلباتك تفتحي مخازنك تدينا بضاعتك من تاني الحلو. حد يكره يبيع؟ بس قبل ما تحمل ادفع اللي عليك الاول. اسمعي الكلام وعقالي يا معلمه، وانا وعدك ان رشوان بيه هيهدى ويلين ويرضى عنك ويرضيكي. انا مش طالبه غير رضا ربنا، مش رضا بني ادمين. وان كنت هزز طولك وجايب كل الطم ده معاك عشان تقول البقين دول، سمعت منهم كتير بدات ازهق. انا عندي كلمتي، تدفع تحمل. صعب قوي يا معلمه اجي لحد هنا وارجع بالعربيات فاضيه. قصدك ايه؟ قصدي يعني لو رجالتك تعبانين ومش قادرين يحملوا، رجالتي انا بقى تخش المخزن وتحمل، وساعتها الحساب يجمع. يعني هتحمل العربيات بتاعتك بالشقاوه؟ غصبانيه يعني؟ غصبانيه مش غصبانيه. انا قلت طالما جيت العربيات لازم ترجع مليانه يا حلوه. طب ما تقول كده يا راجل من اول ما جيت. ده انا عليا الاتنين ليك. ما انا حلوه ابو ضايع. شكلي اتضايقت. مش وانا عايش يا برنسيسة. استاذ حنفي صلي على النبي كده ونتفاهم بالهداوه. تثبت مكانك وارجع، ولو اي حد من رجالتك قرب هخلص عليه. مطوتك مش قلتلك ما تشويش دماغك؟ بلاش تقولي كلام انت مش قده يا حلوه. يلا يا رجاله خشوا المخزن، عايزكم تفضوه، مش عايز قشايه. على البركه. اثبت مكانك وارموا اللي في ايديكم لا طير رقبته. عنك يا حبيبي، لا حاجه تطلع غلط كده ولا كده تعور بيها نفسك. يلا قبل ما اخلي جسمه في حته وراسه في حته. سيبوا اللي في ايديكم، سيبوها. قول للفرخان اللي انت لاممهم حواليك دول يركبوا العربيات ويجروا في 60 دقيقه، ولو حد منهم هوب بينا تاني هيبقى اخر يوم في عمره. ماشي. يلا قول ما تتكسفش. ماشي ماشي يا اخويا. يلا يا رجاله خدوا العربيات وامشوا. يلا والحساب يلا. يلا يا اخويا منك ليه عشان هنرش معايا. يلا. وانت يا حليوه يا ابو وش سامح، انت اتكل معاهم عشان انا اخول ايديا. غور زين معاهم انت ورجالتنا، وتاكد ان الكتاكيت سابوا المنطقه خالص وارجع بلغني. يا سلام عيني. يلا يا اخويا منك شوم. اسال امك وهي ترد عليك. انت كده فتحت على نفسك باب جهنم. انا لو منكم اخاف اترعب. احنا ما بنخافش غير من اللي خلقنا يا حبيبي. ها يا معلمه انت وشوقك بقى، تحبي يعمل لي كيف الافندي ده؟ عايزه الصحه يا معلمه؟ احنا نقطع رقبته ونبعتها لرشوان بيه عشان يعرف ان البرنسيسة وراها رجاله. النبي لا تقفل الميداليه اللي في ايدك دي احسن تعورك، وانا بخاف عليك تخر دم. رايك ايه يا حربي؟ والله يا معلمه انا رايي نسيبه يحصر رجالته ويبلغ اللي مشغلينه ان لو حد فيهم هوب هنا تاني هنرجعه لهم رابعه.
ده نفس رأيي برضه يا معلمة. القول قولك يا حربي. اسمح هقول لك ايه، تروح لرشوان بيه تقول له حقي يبقى عندي، لو ما جاليش هروح بنفسي اخد حقي ومش هاخد على قفايا زيك. وما تنساش تقول له اهم حاجه ان انا حلوه. ماشي هبلغه حلو. يلا ذوق، يلا ذوق يا خفيف. اركب يلا يا ابني يلا. خلعوا يا عيني وهم بالين هدومهم من الخوف. بس وقفت كام عيل كده انا درجاي على اول المنطقه، يمكن يشاوروا عقلهم ويرجعوا تاني. عفارم عليك يا زين. بقول لك ايه، انت هتعمل ايه بالمسدس ده؟ المسدس ده هنشيله يا عم حربي، يمكن ينفع في وقت عوزه. ربنا ما يحوجنا ليه يا عم. بقول لك ايه، ادي الواد بركه يشيله هو بمعرفته، احنا مش عاقلين زيه. ماشي يا صاحبي. مش كنت سبتيني يا برنسيسة غب عليهم واحد واحد؟ خلص شغلك الأول وبعدين غب براحتك. ماشي يلا نجر أشلحف انت وهو، عايزين نشوف البضاعة دي مسروقة من أني زخنوق. البضاعة بتاعت زين وحربي أنا اللي حافظها بنفسي بإيدي. خليك انت في البضاعة بتاعت الصبيان الصغيرين اللي على مقاسك. كده غلط، أكبر غلط. زين قرب لي العربية هنا قدام المكتب، عايز اجرد البضاعة براحتي. تحت امرك يا ست الكل. تسلم لي يا حربي، راجل يا واد من ضهر راجل. واخدمك برقبتي يا معلمة. جامد يا واد قوي انت، ما بتخافش؟ لا بخاف طبعا. اوعى تكوني فاكره يا معلمه ان الرجاله اللي انت لماهم حواليكي دول وبيقولوا ان هم ياكلوا الزلط وما بيخافوش صادقين، لان اللي يقول انه ما بيخافش يبقى اكتر واحد جبان، واللي بيقول انه بيخاف يبقى عاقل قلبه حديد، راجل بجد عارف هو رايح فين وجاي منين، بيخطط ويدبر مظبوط. بعدين ما هو المثل قال يا معلمه يعني ما نخاف سلم، ولا انا بتكلم غلط لمؤاخذه؟ السجن غيرك يا وادي حربي، خلاك تقول كلام كبير وزي اللي بجد. اتعلمت هناك حاجات كتير يا معلمة. مش مهم انك تتعلم، المهم انك تنفذ اللي اتعلمته. وانا جاهز، ومن ايدك دي لايدك دي. اطلبي مني اي حاجة وشوفيني هقدر انفذ ولا لا. تستعجلش على رزقك، ورق. مش يمكن يجي يوم اجربك فيه؟ ساعتها عمرك ما هتندمي. ولحد ما يجي اليوم ده انا تحت الامر والطلب.